بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنكمل تاني موضوع في الميديم سايزد فاسكولايتس. مشينا في الرحلة بتاعة اللارج فيزل، والنهاردة هنتكلم على تاني نوع من الميديم سايزد، وهو الكوازاكي سندروم أو الكوازاكي ديزيز. زي ما قلت لكم قبل كده، الصورة اللي بحطها شوية تفكرنا بالموضوع علشان لو نسينا نفتكر بالصورة. اللي احنا شايفينه طفل صغير مش عنده شهور أو سنة، جابانيز، عنده اللبس بتاعته حمراء ووشه محمر والتانج أحمر. الصورة دي حاولوا تفتكروها. تمام؟ طيب، كوازاكي ديزيز اتقال عليه كذا مسمى، منهم كوازاكي سندروم او ليمف نود سندروم او ميوكوتينيوس ليمف نود سندروم. والميوكوتينيوس ليمف نود سندروم دي من الحاجات المشهوره جدا في الاسماء بتاعه الكوازاكي، يعني ممكن تلاقوها في دوكيومنتس كتيره. تمام؟ ال ام ال ان سندروم ده هتلاقوه موجود فريكوينتلي في معظم البيبرز. يعني ده واخد مسميات منين؟ زي ما احنا متعودين، يا اما الديزيز واخد اسم اللي اكتشفه، وفعلا اكتشفوا حاجه اسمها واحد اسمه تكوموسو توميسيكو كاوازاكي، وده كان في اليابان، ولاحظ على طفل عنده 4 سنين المانيفستيشنز اللي هنشوفها كمان شويه في الطفل بتاع كاوازاكي. وكمان بعد كام سنة، سنة 61، بدأ إن هو ناس تانية بعد 61، بعد ما هو قال الفيتشرز دي، ناس تانية بدأت تلاقي نفس السندروم موجود، وهو نفسه عمل بابلشنج ل 50 حالة في نفس المانيفستيشنز أو الكريتيريا اللي هو حطها. وميلش ده جه بعد كده وسمى، لقى نفس الكلام موجود في هواوي، مش بس موجود جوه اليابان، لا، لقوه موجود في الايشن بوبيليشنز بشكل منتشر، وبدا السندروم ياخد الكريتيريا ودياجنوستيك كريتيريا اللي لحد دلوقتي احنا شغالين بيها. هو ايه الكوازاكي ده؟ لازم نعرف اللي هو acute type of vasculitis، يعني انا ممكن اشوفه في acute type او في بقيه الستيجز اللي هنشوفها في الديزيز، بس هو بيجي شكل الاكيوت. الاكيوت تايب ده في طفل صغير بالمانيفستيشن اللي هنشوفها بيلخبطني جدا مع الانفكشن، بالذات الانفكشن، وهنشوف دلوقتي ليه. تمام؟ ف اكيوت بفيفر بمانيفستيشنز شكل الانفكشن تخليني مش هقدر اشخص بسهوله. شكلي ما فيش اي حكايه البيوت اول دي، يا ريت اللي فاتح المايك يقفله بعد اذنك. تمام؟ هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن acute type of vasculitis بيأفكت the medium والسمول سايز vessels، مش الميديم بس، سمول. انا قلت ما طول ما احنا بنطلع لفوق طول ما المانيفستيشنز هتبان على الجلد. الاول قبل ما ابدا، فاكرين المانيفستيشنز بتاعت الميديم سايز دي كانت ايه؟ ايه الفيتشرز العموميه اللي قلناها في الانترودكشن خالص، اللي لو شفتها على عيان ممكن اقول اللي عنده ميديم سايز؟ بلبل بالبيبرا وفي ألستر وجانجرين وكوتينوس نجولز غير الكونستيتيوشنال مانيفستيشن. تمام. فيدو ريتيكولاريس مايكرو انيوريزم. برافو عليك. المانيفستيشنز دي كلها كانت واضحه قوي عندنا في البان، في البولي ارثريتس دوزر، شفناها بكل ديتيلز بتاعتها، كل حاجه كنا قايلينها في الجدول الاولاني ده لقيناه. كوازاكي علشان الامور مختلفه والسن مختلف، فهنلاقي شويه مانيفستيشنز من اللي احنا قلناها وشويه لا. اللي انا عايزاكم تعرفوه ان كوازاكي ده اهم حاجه فيه هو الكارديوفاسكولار بروبلمز او ليجنز، هي دي المهم عندي، وهي دي اللي انا لازم ادخل تريتمنت فيها قوي جدا، وهي دي اللي بتؤدي الى موت الاطفال دول.
فلما افتكر كاوازاكي افتكر الهارت والكاردياك مانيفستيشنز اللي بتحصل للولد ده. تمام؟ الانسيدنس بتاعته the most commonly diagnosed pediatric vasculitis in the world. اكتر نوع من الفاسكولايتس الصراحه هو والهينخ شمان لاين بيربر، هما الاثنين اكتر نوعين بيتشخصوا في الاطفال. It appears to have replaced acute rheumatic fever في الافكشن بتاع الهارت في الاكوايرد هارت ديزيزز. في الديفلوبينج كانتريز لسه الروماتيك فيفر موجوده فيهم، في الديفلوبد اللي هي الدول المتقدمه هو ريبليسد الروماتيك فيفر في الافكشن على الهارت. فهو فيري كومن من الحاجات اللي بتؤدي الى موت الاطفال خصوصا من الهارت ديزيز ده، الاكوايرد هارت ديزيز اللي فيه. الهايست انسيدنس زي ما احنا قلنا ناحيه اليابان وناحيه الايشن جروب، بس هي موجوده وورلد وايد برضه، يعني هي بتتشاف في كذا حته على مستوى العالم. تمام؟ ودايما كانوا بيلاقوها في السن الصغير الاقل من 5 سنين، اكتر من 6 شهور واقل من 5 سنين، دي اكتر ايدج كانوا بيشوفوا فيها السندروم ده. بس هل السندروم ده بس ليميتد على الايدج جروب دي؟ لا، في ريبورتد كيسز اقل من كده في اقل من 6 شهور، وفي ريبورتد كيسز في السكول ايج، وفي كمان حاجه اسمها ادلت كاوزاكي. ريبورتد كيسز في ادلت كاوزاكي بتيجي عيانين عندهم 25 و30 سنه، لكن ذا مين ايج او ذا بيك اوف ذا ايج او الكاركترستيك ايج للديزيز ده هو من اول السنه لحد ال5 سنين. ما دام قلت لي الريس مهم، معنى كده ان انا عندي جينيتك بريديسبوزيشن. لو فاكرين ان احنا في البان ما جبناش سيرتها قوي او ما عملناش ستريس عليها، لكن هنا لا، مهمه لانها ظاهره جدا في منطقه واحده في العالم اكتر من بقيه المناطق، واكتشفت في المنطقه دي. تمام؟ فهو في جينيتك بريديسبوزيشن فعلا في الموضوع. الجندر، مين فينا مين الافكتد اكتر؟ الميلز اكتر من الفيميلز بنسبه 1.5 لـ1. في سيزونال فاريشن في الوينتر والسبرينج، وهنعرف ليه، لان هي الكوازاكي ريليتد للانفكشن بشكل ما. فالانفكشنز اللي هو ريليتد ليها خصوصا الفيرال والبكتيريال بتنشط في التو سيزونز دول. زي ما احنا قلنا دي الخريطه بتاعتي الجينيتك ماب الكبيره. ما دام انا سبيسيفيك في حته معينه يبقى انا عندي جينيتك بريديسبوزيشن قوي في الديزيز ده، هي اكتر حاجه هو الجبان. الباثوجينيسيس بتاعته ما دام مالوش كوز، زي ما احنا اي اوتو اميون ديزيز قلنا في جينيتك سسبتابيلتي وفي تريجرنج فاكتورز او ريسك فاكتورز مع الاوتو اميونيتي اللي بتحصل سواء الانيت اميونيتي او الادابتيف اميونيتي. جينيتك سسبتابيلتي لقوا اللي فيه جينز معينه، ده واحد منهم الاي تي بي كي سي، ده منهم واحد من الجينات اللي ريليتد للديزيز ده، وفي الاتش ال اي برضه بي 51 لقوا اكتر يعني اتش ال اي موجود في العيانين اللي عندهم الكوازاكي دول. وكل ده بيلعب دور في ايه؟ في الاكتيفيشن اوف ذا تي سيل. والمره دي اتكلمنا على تي سيل. تمام؟ قبل كده كنا بنتكلم على ايه؟ على الماكروفيج، على المونوسايتس، لكن الدور بتاع تي سيل واضح جدا في العيان بتاع الكاوازاكي. واحنا قلنا التي سيل قبل كده ليها دور في الانيت اميونيتي وفي الادابتيف اميونيتي الاثنين. تمام؟ اوكي. طيب الريسك فاكتورز اللي عندي هي مين؟ اكتر حاجه الانفكشس ايجنتس انكلودينج ذا بكتيريال والريتروفايرال. يعني في الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الكاوازاكي هتلاقوا كل الانواع بتاعه الانفكشن، البكتيريال سواء ستاف وستريب او الفيرال انفكشنز، بكل الفيرال انفكشنز اللي بتيجي للاطفال. لو فاكرين كده احنا كان في الاطفال الانفكشنز دي كان شابتر كده عندنا المفروض ان انتوا بتدرسوه، كل انواع الفيرال انفكشن اللي موجوده فيه هو ديفرنشال دايجنوزيس لكاوازاكي. عشان كده كان لازم يحطوا
كريتيريا واضحة الكوازاكي عشان يقدروا يمانج الديزيز بدري، لأن ده يعني المورتاليتي ريت في العيان اللي ما بيتعالجش عالية جدا. فكان لازم الأمور تبقى واضحة، ولازم تبقى في كريتيريا واضحة تسهل لي إن أنا أعمل دايجنوزس بدري للكوازاكي عشان أدخل بالانترفينشن سريع. علشان كده هتلاقوا في الكيس ستاديز اللي انت ممكن تقروها في الكوازاكي كتير جدا من الكيسز كان بتتعالج انها انفكشن في الاول، ما كانتش بتتعالج اللي هي كوازاكي من كتر ما المانيفستيشنز والفيتشرز متشابهين. طيب الباثوجينيسيس بقى ايه الباك جراوند بتاعها؟ هي نيكروتايزنج ارترايتس زيها زي البان. هي بتافكت مين؟ بتافكت قلنا الميديوم والسمول سايز، بس سبيشالي هنا بنتكلم على الكورونري ارترز. دي حاجه ايشو واضح جدا، الكورونري ارترز بالذات هي اللي بيحصل لها الانيوريزم. معنى كده ان مش ممكن الاقيها في بقيه البلاد فيزلز الميديوم في عيان كوازاكي، لا ممكن جدا، بس هي دي الفيتشر، هي دي البصمه بتاعه كوازاكي اللي هو بيبدا في الكورونري ارترز. تمام. هل هو بياخد بس الارترز والارتيولز؟ لا، قالوا كمان اللي هو ممكن ياخد الفينيونز كمان والفينز. ده الشكل الاساسي اللي انا عايزاكم تخلوا بالكم منه. انا قلت في البان يا بيحصل استينوزس يا بلوكج تماما يا بيحصل انيوريزم، صح؟ هنا في عيان الكوازاكي بيحصل انيوريزم، دي كاركترستيك الانيوريزم، دي حاجه كاركترستيك جدا عنده. وفي ستيبس جوه الانيوريزم دي كمان بتحصل هنشوفها مع بعض، خصوصا في الكورونري ارتريس. تمام، حد بقى فاتح المايك يقول لي تمام ولا لا؟ حاولوا كده تفتحوا المايك بتاعك وتشوفوا هتقدروا تردوا عليا ولا لا. تمام يا دكتور. طيب شايفين هنا مين نفس البلاد سيلز اللي هي النيتروفيل والمونو نيوكلير سيلز والليمفوسايت والبلازما سيلز، دول كلهم عملوا انفلتريشن لكل الوول بتاع البلاد فيزل. تمام، احنا قلنا عليها بان ارترايتس. وبرضو على فكره من اول ما قلت لكم في الجنرال هي سكيبت، كلهم سكيبت، كل انواع الفاسكولايتس ما بتاخدش البلاد فيزل وول على بعضه، لا سكيب فاشن، دي موجوده في كل الارترايتس اللي احنا بنتكلم عنها. اوكي، عشان كده هتلاقوا في حته فيها وحته لا. وقلنا الحتت اللي بيحصل فيها الانيوريزم هي الويك بوينتس، التفريعات اللي بتيجي في الارتري ده، هي دي اسمها ويك بوينت. ما دام حصل عندي دامج لاي وول، ده انا متوقع ان يحصل عليه ثرومبس، وده اللي هنشوفه في الكورونري ارتري انيوريزم اللي هو سبب في موت العيانين بتوعنا، وازاي بيحصل ثرومبس جواه، وازاي بيحصل ريكاناليزيشن ليها تاني، وايه الاستيدج بتاعتها، وازاي تتعالج. الابروتش اللي احنا متعودين نمشي فيه الهيستوري، الايج بتاعي، المين ايج بتاعي 2.3 من 10 او 2.5 سنه يعني، 80% من الكيسز اقل من 4 سنين، و5% اكتر من 10 سنين. وزي ما قلت لكم اللي فيه ريبورتد كيسز من الادلت كاوازاكي. تمام؟ طيب الميل تو فيميل، قلنا الميل اكتر من الفيميل بنسبه بسيطه، وهم موجودين اكتر في الايشن، والانفيرمنتال فاكتورز هم الانفكشن خصوصا الستاف والستريبت والفيرال انفكشنز في العموم. من المره اللي فاتت بقول لكم في البان اللي احنا كنا مقسمين سيمتومز وساينز، المره دي مش هعرف افصلها، لان العيان او الام هتشتكي منه، انا كمان شايفاه بعناية، كل المانيفستيشنز بدات تظهر لي بره، بقينا نوصل للسمول فيزل. الاول كان لارج مش بشوف اي حاجه، مجرد ان انا بحس باكزامينيشن للبالس، بعد كده بدات يحصل في الميديوم سايز، بيطلع مانيفستيشنز على الجلد من بره والعيان بيشتكي منها، وانا كمان بشوفها كساينز. طب ايه الاهم الساينز اللي موجوده؟ الاول العيان ده بيمر في 3 فيسز، اكيوت وسب اكيوت وكونفاليسنس. ولو فاكرين في البان احنا قلنا 3 ستيجز دول برضو، بس قلناها في الباثوجينيسيس، قلنا اللي فيه اكيوت وسب اكيوت والكرونيك او الفايبروزس اللي كان بيحصل، وعلى كل واحده من دول كان في مانيفستيشن تظهر على العيان، وكل ستيج بدخل فيها بعرف اعالجها ازاي، والحاجات اللي بقت دامج خلاص ما بعرفش عليها. طيب
ايه اهميه اللي انا اقسم هنا؟ اهميه اللي انا اقسم هنا اللي انا التدخل السريع في الاكيوت ستيج بالتريتمنت ده معناه ان انت بتحمي العيان من موت محقق لو انت سبتيه ما تعالجش، او بتحميه من ريسك فاكتورز وباد بروجنوزس لو انت عالجتيه متاخر. طبعا انا بتكلم على الكلام ده لو هو جاي لك وانت اللي مش عارفه تشخصي او انت اللي احترت في التشخيص. لكن لو العيان جالك في السب اكيوت ستيج خلاص اتس اوت اوف يور هاند، يعني لو جالك بالكرونري انيوريزم اه طبعا في حاجات بيحصل لها ريجريشن، بس انت مش هتبقى مساءل زي ما يجي لك في الاكيوت ستيج. دي من الحاجات المهمه جدا اللي في ذن 10 دايز من بدايه المرض ابدا تريتمنت عشان احميه من الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في الهارت. فعشان كده مقسمينها باسابيع واضحه، الاكيوت ستيج اول واللي تاني اسبوع، سب اكيوت من تاني اسبوع لحد 8 اسابيع، والكونفاليزنس من اول مانثز لحد ييرز. وهنشوف كل ستيج بيجي لي العيان شكله ايه. الاكيوت ستيج بيجي بالحاجات الكومن اللي احنا عارفينها، الكونستيتيوشن مانفستيشنز اللي احنا كنا بنقول عليها. الفيري امبورتنت بارت فيها هنا هو الفيفر. قبل كده كنت بعمل ستريس في حاجات معينه من التايبس اللي احنا قلناها على ويت لوس او فاتيج، فاكرين لما كنا بنتكلم على دول وقلنا دول حاجات مهمه وكاركترستيك جدا من الكونستيتيوشن مانفستيشنز اللي موجوده، وكانت بتيجي بالكومبلين للعيان وكنا بنحط عليها خط وبنقول خلي بالكم فيها في الهيستوري. المره دي الفيفر فيري فيري امبورتنت، ومش بس فيري امبورتنت، ده من الحاجات الكاردينال علشان اشخص بيها كوزاكي. طب نشوف توصيفها ونشوف هل لو العيان جاني من غير فيفر اقدر اشخصه برضو كوزاكي ولا لا. هي هاي persistent not respond to any treatment خصوصا الانتيبيوتكس العاديه اللي بتستخدم في الاول في حالات زي كده، وبتوصل للهاي ليفل او الهاي جريد بتبقى من 39 ل 40 ريميتنت، ممكن ريميتنت تطلع وتنزل في اليوم الواحد، و followed by extreme irritability. في عيانين الفيرست برزنتيشن بتاعتهم خصوصا لو اطفال في حدود الست شهور او الثمان شهور، the only manifestation اللي انا قادره امسكها او الام قادره تمسكها الفيفر مع الاريتابيلتي دي. الولد الراتبل مش مرتاح، بيعيط، زهقان. وبرده الحاجتين دول يدخلوا في differential diagnosis واسع جدا. ممكن الولد يكون عنده urinary tract infection، ممكن يكون عنده pharyngitis، ممكن يكون عنده GIT manifestations، عنده مليون حاجه تديني البيكتشر دي. فمش مجرد الفيفر مع الاريتابيلتي هتخليني اشخص، بس هي مدام فيفر with unknown etiology عملت اكسكلوجن لكل الانفكشن وما عنديش اي كوز يعمل الفيفر، مع الاريتابيلتي هم لوحدهم ممكن اعتمد عليهم في الدايجنوزس، وعلى اساسهم هعمل ستيب تانيه في الانفستيجيشنز عشان تساعدني ان انا اتاكد من التشخيص. هنشوف ده كله واحده واحده واحنا ماشيين. طب ايه تاني كاركترستيك جدا ليها عشان تبقوا بس ماشيين معايا؟ كل ستيب هقولها لكم في او كل مانيفستيشن هقولها معاكم هي واحده من الكريتيريا، فنحفظهم عشان هما كريتيريا. هي المانيفستيشنز اللي هنقولها دي هي الكريتيريا، تمام؟ طيب bilateral conjunctival injection يعني الولد عنده عينين الاثنين حمرة زي الدم كده، ما بتبقاش painful، تمام؟ وهي اكتر symptom بتيجي بعد الفيفر. طيب ايه كمان؟ erythema of the oral mucosa، هنلاقي الولد عنده bright red lips بالشكل ده وedermatitis وفيها كراكس، وهنلاقي عنده حاجه اسمها ستروبري تانج. الستروبري تانج ده الستروبري تانج دوت يفكركم باني انفكشن؟ سكارلت فيفر. برافو عليك، دي من اهم الحاجات اللي بتدخل في الديفرنشال دايجنوزس بتاعه العيان ده. ستروبري تانج
من الحاجات اللي هو بيبقى ريد والبابيلي بتاعته طالعه كده، عشان كده بيشبهوها بالفراوله بالاستروبري. تمام. الشكل ده لو جالكوا يعني مع طفل صغير بالفيفر، اللي هنقول الكاركترستكس بتاعتها كمان شويه، ده المفروض اللي هو يعني ستريت فورورد ليكوا، اللي انتوا هتحطوه تحت يا انفكشن يا كوازاكي. ما ينفعش اقول كوازاكي لوحده، لان المانيفستيشنز دي بتظهر في انفكشنز ومعروفه. طيب ايه تاني من الحاجات اللي تسبورت؟ بيجي لي بقى بحاجه مهمه جدا جدا، حاجه اسمها هاند اند فيت سويلنج، وفيها ديماركيشن، شارب ديماركيشن زي ما انتم شايفين كده عند الهاند وعند الفيت، بتبقى حمراء وإيديماتس و براوني إديمة، يعني مش صعب، اللي هي مش بيتنج. تمام. فمن الحاجات الكاركترستيك جدا في عيان او الطفل بتاع كاوازاكي. طيب ايه كمان؟ ماكلوبابلر إريثيماتوس راش، ادي حاجه من الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الجدول، الراش اللي احنا قلنا عليه ممكن يكون ماكلوبابلر. طيب ده كان قلنا الكاركترستيك بتاعت السمول فيزل، لو كنت فاكرين، مع الكونجنكتيفايتس برضو قلنا في السمول فيزل، عشان كده هو ميديم تو سمول فيزل فاسكولايتس. كل اللي احنا شايفينه على السكين ده غالبا هو سمول فيزل مش ميديم سايز، مش زي العيان بتاع البان اللي كان بيجي لي بالالسر بالجانجرين، دي ميديم سايز، لكن الحاجات السوبرفيشال الكتينيس دي كلها غالبا ده سمول سايز. طيب ده موجود في الترانك. تمام. والبرينيوم من الحاجات المهمه جدا اللي بيحصل فيها الراش ده وكمان السويلنج، عشان كده لما الولد يجي لازم تبصوا على البرينيوم بتاعه، ولازم تبصوا على الجسم والترانك نفسه. الشكل ده على فكره كاركترستيك جدا، حتى في ريبورتد كيسز الكبار من الكوازاكي هتلاقوا نفس الجلد ده بالظبط. تمام. طيب ايه تاني مهم؟ حاجه اسمها سيرفايكال ادينوباثي. ادينوباثي خصوصا سيرفايكال، هل ممكن تجي لي بس سيرفايكال؟ هي لا، ممكن تجي لي يونيلاترال، ممكن تجي لي بايلاترال، ممكن تجي لي في السيرفايكال، ممكن تجي لي بقيه الليمف نودز، بس من الحاجات الكاركترستيك قوي اللي هي بتيجي في السيرفايكال ليمف نود. 75% من العيانين ممكن يجي لهم الليمف نود دي. طب ايه الكاركترستكس بتاعتها؟ تبقى نون ديمفل، نون سابريتيف، نون فلكتويتنج، الديامتر بتاعها اكتر من 1.5 سنتيمتر، حاجه كده يعني سولينج محترم. تمام. طالع في رقبه الولد ومش بيوجعه، غير الادينوباسي اللي بتحصل مثلا مع التنسلايتس والفارنجايتس بتبقى بينفل جدا. ممكن يكون عندها ارثيمه حوالين الجلد بتاعها، ممكن تكون من غير ارثيمه. يبقى احنا لحد دلوقتي اتكلمنا على فيبر، اتكلمنا على كونجنكتيفايتس، اتكلمنا على الميوكوكوتينيوس مانيفستيشنز، واتكلمنا على الهاند والفيت سويلنج، واتكلمنا على الادينوباثي. تمام. دي الحاجات المهمه جدا اللي في الاكيوت ستيج، وكلها زي ما انتم شايفين ممكن تتحط تحت الانفكشن. طب ايه تاني ممكن يجي لي مع الولد ده؟ ممكن يجي لي مانيفستيشن بتاعت اسيبتيك مننجايتس، تبقى فيفر، جاي لي برضه فيفر مع مانيفستيشن بتاعت اسيبتيك مننجايتس، ودي من الريبورت كيس اللي حصلت وديفلوبد بقيه الكرايتيريا بعدين، بعد ما بريزنتد اصلا بالاسيبتيك مننجايتس دي. ممكن يجي لي بجي اي تي مانيفستيشنز وهيباتيك ديس فانكشن. ليه؟ علشان الهيباتيك نفسها البلاد فيزلز اللي موجوده في الليفر بيحصل لها برضو انيريزمس، وبيحصل لها الثرومبوزس، وبيحصل هيباتيك ديسفانكشن فيها، يحصل ارثراجيا، وممكن كمان يجي لي بارثرايتس في البيج جوينتس بالذات، ويجي كمان بمايلجيا، يعني ماسك سكيلتال مانيفستيشنز. الستيجز دي بيجي فيها المايوكاردايتس والكوروناري ارترايتس. يعني ايه؟ انا في ايتس لسه، انا في الانفلاميشن لسه، ما حصلش دامج للوول. تمام. المرحلة دي لو أنا لحقت العيان فيها مش هيحصل لي المانيفستيشنز اللي أنا ممكن أشوفها بعد كده. تمام؟ طيب اختصارا للأكيوت ستيج،
فيفر مع كراش، ده abbreviation كده عشان نفتكر المانيفستيشنز. conjunctivitis for C, rash R, ال A for adenopathy, ال S for strawberry tongue والميكوزة الحمراء اللي موجودة في الماوث، و hand and feet H for hand and feet swelling اللي احنا شفناه. تمام، الولد ده كمان بيجي له CNS manifestations، بيجي له بالموي manifestations، musculoskeletal، GIT. هنشوف حاجة اسمها كمان شوية الاتيبيكال كاوازاكي، ممكن يجي حاجة اسمها بسترايد بايوريا، يبقى دي المانيفستيشن بتاعته اللي عنده. أسيبتك من انجايتس زمان قلت لكم موجودة. تمام، فزي ما احنا بنتكلم دايما، احنا بنمشي في التابيكال برزنتيشن والاتابيكال برزنتيشنز بنقف نحلل فيها ونتكلم فيها كويس علشان ما بقاش هو ده الشكل الوحيد بتاع الديزيز بتاعي. تمام يا جماعه، في عنده احد عنده مشاكل في الاكيوت ستيج؟ الاكيوت ستيج قلنا بتقعد من اسبوع لاسبوعين. المرحله اللي بيحصل فيها بيحصل مايوكاردايتس، تمام، وبيحصل كورونري ارتري inflammation اللي هي coronary arthritis. طيب في أي مشاكل؟ حد يرد علي؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب sub acute من أول أسبوعين كده في الستيج دي، لو جالي فيها العيان واكتشفتيه فيها، هي دي الريسكي اللي موجودة عندك ولازم تهتمي بيها ولازم نعمل حاجات معينة فيها. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اللي فيفر وراش والليمفاديلوباسي ريزولف. معنى كده العيان ممكن يجيلي من غير دول؟ تخيلوا كده لو شلتوا الراش والفيفر والادينوباسي من العيان ده، هتقدروا توصلوا لحاجة؟ هو كل اللي هيبقى عنده الكونجنكتيفايتس اللي عنده والإيريتابيليتي اللي موجود عنده. لو جالكوا في الستيج دي هتقدروا تشخصوا؟ عيان جالك بإيريتابيليتي وكونجنكتيفايتس، إيه رأيكم؟ painful sorry painless conjunctivitis مش هيجينا اصلا. طيب تمام حلو. طب لو جالك بالارثريتس والارثرالجيا اللي كانت لسه عنده، هو اصلا يجي لك ليه وهو فيفر وراش والليمفادينوباثي؟ هيجي لك انت ليه؟ مش هيجي اصلا لعيانه، هيروح لدكتور الاطفال. على فكره اللي بيتابعوا كوازاكي الفيزيتريست والهارت اللي هم الكاردياك، واحنا يعني مش ممكن مش مهم يجي لك انت، هو هيجي للدكتور اللي فيه مشكلة عنده. لكن احنا من الحاجات اللي احنا بنعالجها او بنشخصها، لانه سندروم احنا قلنا اوتو اميون ديزيز، احنا من السندرومات اللي بنشخصها. بس هو بيتابع مع دكتور الاطفال وبيتابع مع دكتور القلب. تمام؟ بس الفكرة في ايه؟ بقى السؤال اللي انا بقوله لكم في الهيستوري، لان the day one of the disease is the first day of the fever. انا عماله بتكلم، بنتكلم هنا باليوم، بنتكلم اول 10 ايام، اول وثاني اسبوع، ثاني اسبوع لثمان اسابيع، شايفين احنا بنتكلم باليوم. فانا بدايه المرض هي اول يوم حصل الفيفر فيه، ده يديني انديكيشن انا في صح. تاني حاجه لما اخد هيستوري من العيانه او من البيرنت، بقى البيرنت هيساعدني بدل ما جاي لك انا ابني عنده كذا، لا لازم اخد هيست، لازم ارجع. لو هي ما قالتش لازم ارجع واسالها، الولد ده سخن، السخونيه استمرت كام يوم، قعدت قد ايه؟ لان برضو استمرار السخونيه هنشوفه كمان شويه في الكريتيريا، اللي هو بيقعد لحد 5 ايام، 5 ايام سخن. بداوا يدخلوا في الكريتيريا شويه، بيقولوا لا ده حتى لو كان يومين او ثلاثه عشان يعملوا ايرلي دايجنوزس للموضوع، بيحاولوا يموديفاي شويه
الكريتيريا الصالد اللي كانت محطوطة سنة حاجة و70 دي، ويحاولوا يكتشفوا حاجات بدري شوية، يكتشفوا الديزيز بدري شوية بدل ما يقولي في السب اكيوت او الكونفيزنت كيسز، ويبقى في اول اسبوعين بيلف على الدكاترة عشان هو انفكشن ولا مش انفكشن. تمام، فعايزين نقلل الايام على قد ما بنقدر، بس المهم في الموضوع اللي انا الفيفر والراش واللي لازم لو انا ما لقيتهمش اسال عنهم، ما دام انا حطيت كوازاكي في دماغي يبقى اسال على كل المانيفستيشنز بتاعته واتوقع اللي هو يجيني في السب اكيوت ستيج. تمام، طيب ايه تاني ممكن يكون فيه؟ بيحصل بقى البراوني اديما اللي كانت حاصله في الهاند والفيت بتخس خالص، وبيحصل حاجه اسمها ديسكواميشن، ودي برضو من الساينز اللي بالنسبه لنا مهمه جدا وبتساعدنا في التشخيص. تمام، كان في كذا ريبورت كيسز الصراحه نفسي احطها لكم، بس انا بطول في المحاضره قوي، فانا جبت النهارده بس كيس واحده، بس انا نفسي تقروا الكيسز دي، كل كيس فيها مانيفستيشن من المانيفستيشنز اللي احنا بنقولها دي، ومن خلالها كات كلو اللي هم يوصلوا للتشخيص. فديسكواميشن اوف ذا فينجر اند توز دي من الحاجات الكاركترستيك جدا في الستيج دي. ثرومبوسايتوزس احنا قلنا عامه في عيان الباسكلايتس اللي احنا بنلاقي ليوكوسايتوزس ثرومبوسايتوزس وانيميا، لكن في مرحلة السب أكيوت احنا الثرومبوسيتوزس من الحاجات الكاركترستيك جدا اللي بتساعدنا في التشخيص، اللي تلاقي البليتلت عمالة بتزيد، وهي من حاجة اسمها سبلمنتري لابوراتوري تيستس هنشوفها كمان شوية، اللي هي ليها ليميت كمان أكتر من 450 علشان ندخلها في كريتيريا. تمام، فالثرومبوسيتوزس مش قصدنا هنا بتاعت كله، لا انا بحطها هنا عشان تعرفوا اللي هي مهمه جدا في التشخيص، استخدمها من الكريتيريا فور دايجنوزس. في المرحله دي بيحصل الكورونري ارتري انيوريزم، الفتره دي اللي بيحصل فيها الانيوريزم، وهي دي اللي ممكن تخلي العيان يدخل في دف. ممكن الانيوريزم ده نفسه يحصل جواه ثرومبس زي ما احنا بنقول زي ما نشوف كمان شويه، ويتحول الى مايكارديال انفاركشن، او يرابشر يعمل رابشر ويعمل بيري كارديال افيوجن، والافيوجن في الوقت ده هيبقى بلادي. المرحلة دي اكتر مرحلة صعبة، ولو جالك حتى في المرحلة دي وبدأت التريتمنت ممكن على حسب حجم الانيوريزم يحصل ريجريشن ليه، والعيان يعدي بسلام من المرحلة دي. لكن دخلتي في لارج انيوريزم بالمانيفستيشنز اللي بتدخل فيه، فالبروجنوزس بيبقى سيء جدا في العيان ده. السب اكيوت عباره عن ايه؟ الراش والفيفر وكل السيمتومز اللي انا شايفاها، السوري ساينز اللي انا شايفاها ايفيدنت قدامي واضحه دي بدات تروح خلاص ما بقتش موجوده، اللي موجود عندي ديسكواميشن، وهدخل لازم بالايكو علشان اشوف الهارت واحدد الانيوريزم موجود ولا مش موجود. عشان كده لازم ابقى اورينتد انا كوزاكي ولا لا. تمام، طب الكونفاليزنت اللي هي بقى مانثس تو يير، دي بتحصل بعد ما كل الكلينيكال ساينز اوف ذا illness هاف disappeared، وبتفضل العيان في الكونفاليزنت ده لحد ما الاي اس ار وترجع لنورمال، ويوجوالي 6 تو 8 ويكس افتر ذا اونست اوف ذا ديزيز بيكون الموضوع ده انتهى. الحاجه الوحيده اللي ممكن نشوفها كساين في الستيج دي حاجه اسمها بوز لاينز، دي النيل اندنتيشن بيحصل عند الولد اللي عنده كاوزاكي. طيب انا مش هقدر امشي واسيب الحته دي غير ما نتكلم شويه على الهارت في الكاوزاكي، لان هو قلنا the most important manifestation في العيان ده. كل اللي احنا شفناه كده يا جماعه من الكريتيريا اللي انا اتكلمت فيها او المانيفستيشنز، في اي حاجه تخض الا لو العيان جاله بقى المانيفستيشنز الثانيه اللي احنا قلنا عليها، لو جه اسبتيك مننجايتس او جاله جي اي تي مانيفستيشنز او كان اجريسيف ديزيز وجاله حاجه في الهارت او في اللنج، سوري يعني بقيه السيستمز دي احنا قلنا اللي بيجيله فيها مانيفستيشنز، بس ذا مين سيستم او مين مانيفستيشن في اي مشكله ده كلها كتينيوس مانيفستيشنز.
الحاجة المهمة فيها هي الهارت، صح ولا غلط؟ إلا لو جالي بكذا مانيفستيشن تانية يبقى ده سيفير ديزيز، وبرضو ده فاريانت من الفاريانتس بتاعت كوازاكي. مش كل الأطفال الكوازاكي هتجيلي من المانيفستيشنز دي، بس كل الأطفال الكوازاكي كان شرط عند كوازاكي اللي هم يكون عندهم الكراش مع الفيفر، زي ما نشوف الكريتيريا كمان شوية. لكن اللي واضح لنا إن المشكلة الكبيرة هي الهارت، هي الكوازاكي هارت ديزيز، فعشان كده لازم نتكلم عليه شوية. ده شكل الهارت وادي الانيوريزمز الموجودة فيه، تمام؟ In case of no treatment has conducted, coronary artery lesion is occurred in 25 to 30% ratio. 30% من العيانينك العيانين اللي انتوا بتشوفوهم ممكن يدخلوا في الكورونري ارتري ليجن. This pathological change becomes a risk factor for cardiac infarct due to formation of blood clot. حصل ليجن، احنا ما بنتكلمش لسه على الانيوريزمز. احنا قلنا ان اي blood vessel حصل فيه ليجن ده بيبقى liable اللي يحصل عليه ثرومبس. وما يحصل ثرومبس جوه الكورونري ارترز هيحصل مايكارديا انفاكشن، صح ولا غلط؟ زيه زي الاثروسكلروزز، زي اي حاجه تؤثر على البلاد فيزل. اي بلاد فيزل حصل له دامج على طول ليفل 4 ثرومبس، والهارت الكورونري ارترز بتاعته لو حصل فيها ثرومبس هندخلنا في مايكارديا انفاكشن. Therefore, it becomes important to extend that severe inflammation reaction by promote acute phase treatment and to inhibit the development of blood vessel pathological change. عشان كده المرحلة دي لازم أدخل فيها aggressive جدا، لازم أدخل targeting the pathogenesis علشان ما يحصلش البروبلم أو السيكلي اللي هتحصل من الكورونري ارت ليجن بعد كده. طيب the most widely used definition for coronary artery lesion is based on Japanese Ministry of Health criteria. ايه هي الجابانيز criteria دي؟ معلش الحاجات بتعلق معايا. امتى اقول ان انا عندي coronary artery lesion؟ لما الاقي maximum absolute internal diameter اكتر من 3 مليمتر in children younger than 5 years of age. يعني دخلوا جوه coronary artery وبيقيسوا الديامتر بتاع اليومن بتاعه واسع قد ايه. لو اكتر من 3 مليمتر ما وصلناش بقى انيوريزم ولا حاجه، بيقول dilatation بس، يعني internal اليومن وسع شويه، تمام؟ اكتر من 3 مليمتر ده يعتبر coronary artery lesion. لو اكتر من 4 مليمتر in children 5 years and older، هنا زود اللي هم older كمان، دي برضو تعتبر lesion. A segmental diameter 1.5 times greater than that of an adjacent segment. برضو ما وصلناش لسه ليه عملت aneurysm. مجرد زي ما مثلا في الصورة اللي فاتت دي شايفين ده اسمها dilatation، ده اللي حصل فيه aneurysm. او هنا كاتب اللي هو شكل انيوريزم اوفل وده مدور، بس انا قصدي اللي انا عايزه اوصل لكم الصوره اللي ده اللومن العادي ودي الادجسنت اريا، هي دي اللي اكتر مره ونص عن النورمال اريا دي، ده اعتبروه برضو ان هو ليجن. او ذا بريزنس اوف لومينال irregularity، جوه اللومن نفسه في irregularity. فدول اربع حاجات من الحاجات ان جابانيز مينستري اوف هيلث قالت ان ده كورونري ارتري ليجن. او واخدين بالكم او مش كلهم مع بعض، تمام؟ كورونري ارتري انوريزم ار كونسيدرد سمول وين دايامتر از اقل من 5 مليمتر، ميديوم بتوين 5 تو 8، لارج او جاينت اكتر من 8. عشان كده هما هنا بيقولوا ايه مجرد dilatation، لكن هنا الانيوريزم الانيوريزم اقل من 5 مليمتر او من 5 to 8 او 8 اللي هو السمول والميديوم والجاينت.
كل ما الانيوريزم يكبر في السايز كل ما يحصل poor prognosis especially who occasionally have aneurysms not only in the coronary arteries but also in the systemic vessels. ده اللي بتكلم عليه، ان انا كل ما الانيوريزم يكبر في سايز هيحصل مانيفستيشن جواه تانية هتؤدي الى كومبليكيشن، فالعيان ده بور بروجنوز. طيب American Heart Association عمل كلاسيفيكيشن للكورونري ارتري انيوريزم او الابنورماليتيز، دي حاجه اسمها زي سكور. ليه بقى؟ لما كانوا قبل كده المينستري في جابانيز دي قايله ايه؟ قايله 3 ملم 1.5 سنتي مش عارفه ايه، يعني هم بيحددوا وقايلين الصغير اقل من 5 ملم والوسط من 5 ل 8 ومش عارفه والجاينت اكتر من 8. طب ده بناء على انهي حجم طفل؟ يعني انا لو جبت انيوريزم 5 ملم في عيان عنده 6 شهور زي ما هجيب انيوريزم 5 ملم في عيان عنده 5 سنين؟ لا طبعا. فالامريكان هارت اسوشيشن قالت هنمشيها بحاجه اسمها زي سكور، واحنا عارفين زي سكور اقرب حاجه تجيلكوا على طول في دماغكم من الزي سكور ده هو بتاعه الدكسا، صح؟ كان بي تي سكور وزي سكور. الزي سكور ده على حسب الفئه العمريه، بيحسبوا على حسب الفئه العمريه، والكات بوينت بتاعتهم قالوا اللي هي اكتر من 2.5، اكتر من او يساوي 2.5، ساعتها اقول ان في abnormality في الكورونري ارتري. طيب الزي سكور كلاسيفيكيشن قايلين في ايه؟ نو انفولفمنت لو كان اقل من 2، دايليتيشن اونلي لو كان من 2 لحد اقل من 2.5، or if initially اقل من 2 decrease in z score during the follow up اكتر من او يساوي 1، صح؟ ما هو لو كده لو ضمتهم مع بعض هتلاقوها هتوصل لل 2.5. small aneurysm اكتر من او يساوي 2.5 2 اقل من 5، medium aneurysm اكتر من 5 لاقل من 10، او الابسوليوت دايمنشن اقل من 8، لارج او الجاينت اكتر من او يساوي 10، او الابسوليوت دايمنشن اكتر من او يساوي 8. فبداوا يعملوا سبيسيفيكيشن للموضوع شويه علشان ما احطش حجم انيوريزم على حسب الفئه العمريه، ده الاوقع وده الاسلم اللي انا اقول انا في انهي انيوريزم، سمول ولا ميديوم ولا لارج. طب هم حايسين نفسهم وعمالين يقولوا سمول وميديوم ولارج ليه يا جماعه؟ عشان البروجنوزس، يعني البروجنوزس البروجنوزس زي ما هنشوف كمان شويه بيحصل فيه مانيفستيشنز ممكن تؤدي الى تغيير في البلان بتاع التريتمنت زي ما هنشوف كمان شويه. تمام؟ في اي مشاكل لحد دلوقتي يا جماعه؟ هعتبر ان مفيش مشاكل. طيب ريسك فاكتورز، مين اللي ليهم ريسك فاكتورز؟ مين عندهم ريسك فاكتورز يعملوا الكورونري انيوريزمز دول؟ ميل جندر، ايج يانجر ذان 1 يير، ريزيستنت فيفر ديسبايت اديكويت تريتمنت يوزنج اي في اي جي ثيرابي. الفيفر اللي هي بقى هنشوف دلوقتي اي في اي جي المفروض العيان ده يبقى ريسبونسيف من ذا فيرست شوت، لو ما حصلوش ريسبونس يبقى نعرف ان ده بور بروجنوزس ومحتاج سكند شوت زي ما احنا هنشوف. لو الفيفر بريزيستنت يبقى ده لايبل اللي يجي له كرونيك ايرنس، يكون عنده انيميا، يكون عنده هايبو البيومينيميا، يكون اصلا عنده هاي سي ار بي من الاول خالص في البرزنتيشن، و other laboratory markers indicating more severe vasculitis زي ما هنشوف اللابراتري اللي احنا هنتكلم فيه كمان شويه. يبقى دول اكتر 7 ريسك فاكتورز يحصل فيهم الكورونري انيوريزم. Aneurysm during the acute phase of Kawasaki can remodel. بيحصل له ايه؟ ريموديلنج يا جماعه، مش بيفضل على كده بس، يا اما ريموديل يا اما يحصل له أو يبقى remain unchanged، يا اما progress to stenotic lesion او thrombose.
جوه الانيوريزم نفسه. ادي دي مراحل اللي ممكن يمر بيها، دي البان انجايتس اللي هو الانفلاميشن اللي حصل، يا اما يرجع للنورماليتي بتاعته، يا اما هيحصل له انلارجمنت، يا اما هيحصل له الانيوريزم ده. طيب الانيوريزم ده لو هتشوفه كمان شويه كده، يا اما يحصل له هايبرتروفي للانتما بتاعته ويحصل الاستناتيك ليجن، يا اما بيحصل بلاد كلوت جواه. ليه؟ لان انا عندي هنا في انجرد بلاد فيزل وول، وكمان عندي وسع حصل في البلاد فيزل نفسه، فيقلل الفلو بتاع البلاد في المنطقه دي، بدل ما كان ماشي سريع هيقل، هيبقى سلو مع الانجري بتاعت الوول، فيحصل ثرومبوس تقفل الارتري تماما. هل دي المرحله الاخيره؟ لا، ممكن يحصل ريكاناليزيشن انسايد ذا انيوريزم. الكلام ده بيحصل لما يكون جاينت انيوريزم على فكره. المرحله دي ودي ممكن تجي لي بمايكارديال انفاركشن. حتى الريكاناليزيشن لو ما كانش فيه بلاد فلو ماشي كويس، ممكن يجي لي بالانجينا مثلا. تمام؟ فهنا الانيوريزم واخد اعتبار قوي جدا في عيان الكوازاكي. Low blood flow within the aneurysm predisposed to thrombus formation leading to ischemia and or infarction. This is characteristic finding in Kawasaki disease, which is consistent with histological findings such as recanalization. Arteries in artery. دي اسمها arteries in artery. It's a typical histological form of Kawasaki disease, which is result from recanalized vessels after aneurysm occlusion. تمام؟ طيب. The most prominent late histologic feature in is intimal thickening. الحاجة بقى اللي بتفضل، يعني ده كله ممكن يحصل فيه remodeling ويتغير وكده، الحاجة اللي بتفضل prominent ولate في ال disease هي ال intimal thickening. The excessive intimal thickening can develop into localized stenosis. ممكن يوصلني للستينوزس ده. Regional stenosis caused by inward luminal intimal thickening and usually develop in both the inflow and outflow shoulders of the aneurysm. يعني بيحصل عند الانفلو والاوتفلو، يعني الحتت اللي هي الداخل للانيوريزم والخارج للانيوريزم، بيحصل فيها انتمال هايبرتروفي وبيحصل فيها الاكلوجن. تمام يا جماعه؟ عندكم اي مشاكل في البوينت دي؟ يبقى انا الجاينت انيوريزم مهم جدا، اللي هو غالبا هو اللي بيحصلوش ريجريشن. يعني ممكن يحصل ريجريشن، احنا شايفين اهو ده انلارجمنت سمول، ده سمول انيوريزم، ممكن يحصل له نورماليتي تاني، يرجع للنورمال بتاعته، او ممكن يتطور للميجا ليجن او الجاينت انيوريزم. وقلنا الجاينت انيوريزم هو اللي لايبل يحصل له انسايد ثرومبوسس مع الانفاكشن اللي ممكن تحصل بعديه وريكاناليزيشن وتريتمنت اللي هنشوفه مختلف. في اي مشاكل؟ طب ايه الكارديك كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في العيان ده؟ الموربيديتي والمورتاليتي ممكن توصل ل 20 30% من العيان. ممكن يحصل لهم ايه؟ يحصل لهم مايوكاردايتس، بيريكاردايتس، فالفولر ديسفانكشن، اريزميس، كورونري ارتي انيوريزم، ثرومبوزس، كونجستيف هارت فيلير، ومايوكارديال انسفيشنسي او انفاركشن. طب يا جماعه، طب هسالكم سؤال عشان افهم بس انتوا فاهمين معايا ولا لا. مثلا الفالفولر ديسفانكشن دي هتحصل ليه؟ هتحصل ليه يا شباب؟ ممكن مثلا يكون عليها فيجيتيشن لو حصل ثرومبس وغيره. لا، عايزه رأي تاني كده. حد عنده رأي تاني؟ أنا بتكلم على dysfunction. ها dysfunction congestive heart failure نفسه ممكن يليد للفالفولار فالفولار dysfunction يعني. طب congestive heart failure هيحصل من ايه؟ من الافكشن للكورونا للبلاد فيزلز.
وكروني بلاد فيلير هيعمل congestive heart failure، يعمل infarction، myocardial infarction، صح؟ غالبا من حاجه بره الهارت، من systemic affection للبلاد فيزلز، سواء من هيباتيك زي ما قلت لكم في هيباتيك افكشن للبلاد فيزلز بتاعته، او رينال او ابدومينال او اورتا. احنا في ميديوم سايز برضو يا جماعه، احنا قلنا احنا مش في ديماركيشن للبلاد فيزلز، احنا بنتكلم على ميديوم سايز، والميديوم سايز ده سايد منه اللارج وسايد منه السمول، والميديوم كتير مش واحد بس. انا الاساس عندي كاردياك، بس الكاردياك كومبليكيشنز ممكن تجي من الحاجات اللي انا قلتها. قصدي بلفر ديسفانكشن دي بيتكلموا يا جماعه، فاتح مايك بس عشان نسمع. حد بقى يوصل معايا في الدسكشن دي. بلفر ديسفانكشن دي عباره عن ايه؟ فاكرين الماسلز اللي بتعمل كونتراكشن فتفتح الفالف وتقفله؟ بابيلاري ماسلز. بالظبط، بابيلاري ماسلز. مش دي ماسلز والمايوكارديوم ده نفسه ماسل، والسبلاي بتاع الماسل ده، السبلاي بتاع الماسل ده اتقفل، فيحصل لها ايه؟ ديسفانكشن. زيها زي اللي بيحصل في اللور لمب ماسلز كده، هتعمل كونتراكشن، وطبعا انت جوه الهارت في كونتراكشنز على طول، البلد مش واصل كويس للماسلز، مش هتشتغل كويس، صح ولا غلط؟ صح ولا لا؟ تمام تمام يا دكتور. تمام تمام تمام. حاجه يعني فكروا في كل حاجه ليه بتحصل. البلد سبلاي للهارت ماسل نفسها في عندها مشكله، البلد فيزل اللي رايح يسبلاي الهارت اتاثر وهو ماسل، فزيها زي كلوديكيشن اللي بتحصل في الجو، كلوديكيشن بتحصل في اللور لامب اللي احنا قلنا عليها في بقيه التايبس. اوكي، البريكارديال ممكن تتحول لبريكارديال افيوجن، وقلت لكم ساعتها هيحصل رابشر لان انيوريزم هو اللي هيبقى فيه بلاد حوالين الهارت، ده محتاج تدخل اللي هو يتسحب، يعني بيكارديال افيوجن اللي هي البلادي ده خطر اللي هو يتساب، بيحصل فيه فايبروزس ودايلما كبيره كده، فلازم يدخل يحصل له اسبيريشن. فالانترفينشن بتاع العيان ده مختلف تماما عن الانواع التانية اللي احنا كنا بنتكلم فيها، وبرضه احنا بنهايلايت الهارت بالذات عشان هو ذا مين فيتشر اوف كاوازاكي ديزيز، لكن ما لا يمنع اللي يكون فيه هيباتيك افكشن، علشان الهيباتيك ارترز حصل فيها نفس الكلام، ورينال ممكن يجي لك رينال مانيفستيشن، ممكن يجي لك بي جي اي تي مانيفستيشن، ممكن يجي لك بي سي ان اس مانيفستيشن، قلنا الكلام ده كله لانه ميديوم سايزد. اوكي، بس ذا مين فيتشر او التارجت او البصمه بتاعه كاوازاكي هو الهارت، عشان كده احنا بنتكلم عليه كتير. طب البروجنوزز بتاعه بتاع الانيوريزم ده، most aneurysms tend to decrease in size. Small to medium sized aneurysms are likely to regress within 1 to 2 years after disease onset. After that, regression is less likely to occur. يعني لو انا بتابع العيان لمده سنتين وما حصلش الريجريشن المرجو في العيان ده، معنى كده خلاص ان مش هيحصل له ريجريشن تاني. The frequency of regression is 32% to 50%. Patients with giant coronary aneurysms are less likely to experience aneurysm regression. عشان كده انا بخاف من الناس اللي عندهم giant coronary aneurysms، وشفنا الباثوجينيسيس اللي بتحصل جواها بتبقى شكلها ايه والسيكلي اللي ممكن تحصل منها. طيب نرجع مرجوعنا بقى كده، احنا خدنا بريك في النص على الهارت، على الهارت وايه اللي بيحصل فيه وايه الكومبليكيشنز اللي ممكن يحصل فيها العيان. نرجع بقى للكريتيريا زي ما احنا متعودين ونشوف الكريتيريا بتقول ايه. كلاسيكالي يعني ايه؟ كلاسيكالي يعني تيبيكال كاوازاكي ديزيز او كلاسيك كاوازاكي ديزيز. 5 days of fever
plus four of five diagnostic criteria must be met in order to establish the diagnosis. بقول ايه يا جماعة؟ diagnosis. فدي تعتبر من الدياجنوستيك كريتيريا اللي احنا بنتكلم عليها. تمام؟ مش classification. دي diagnosis. وعشان كده بدأوا يشوفوا كريتيريا تانية للاتيبيكال كاوازاكي ديزيز. زمان كانوا ليه حاطينها تحت كاوازاكي سوري كريتيريا دايجنوزس دايجنوز كريتيريا؟ لان قلنا في ديفرنشال دايجنوزس واسع جدا الكاوازاكي مع معظم الانفكشنز اللي بتيجي للاطفال، فلكن لازم احط كريتيريا واضحه عشان تميز لي الكاوازاكي عنهم. مين هم؟ اول قلنا حاجه فيفر لمده كام؟ خمس ايام. فيفر هاي زي ما احنا قلنا هاي بريزيستنت نوت ريسبوندنج تو الانتي بايريتكس، ممكن تكون ريماتد لمدة 5 days ومعاها 4 من 5. مين هم الخمسة اللي احنا قلناهم قبل كده؟ erythema of the lab or oral cavity or cracking of the lab، قلناها ولا لأ؟ قلناها. rash on the trunk اللي هو maxillary rash، swelling or erythema of the hand and feet بنفس المانيفستيشنز اللي احنا قلنا فيها، red eyes او هي conjunctival injection اللي هي non painful acute bilateral، وسوالن لينف نود ان ذا نيك ات ليست 15 مليمتر اللي هي 1.5 سنتيمتر. يعني كريتيريا غريبه عليكم، هي نفس المانيفستيشنز اللي احنا قلناها. خمس اهم حاجه عندهم اللي هم يكونوا خمس ايام فيفر، ده الشرط الاساسي، واربعه من خمسه من الكراش اللي احنا قلنا عليهم. تمام؟ طيب الموضوع خلص على كده. Many children especially infants eventually diagnosed with Kawasaki disease don't accept all the above criteria. In fact, many experts now recommend treating Kawasaki disease even if only 3 days of fever, بدأوا يقللوا في أيام الفيفر, have passed and at least 3 diagnostic criteria are present, especially if other tests reveal abnormalities consistent with Kawasaki disease. وهنشوف دلوقتي هي مين بقيه التستس اللي بيتكلموا عنها. فقللوا الليمت بتاع 5 days ل 3 days، وقللوا الليمت بتاع بقيه الكريتيريا من 4 لممكن 3. In addition, the diagnosis can be made purely by detection of the coronary artery aneurysm in the proper clinical setting. يعني أنا لو العيان ده جالي وأنا شكيت على طول ووديته يعمل الإيكو وطلع لي اللي فيه أنيوريزم بقى بالكريتيريا اللي هم حاطينها كانت سمول ولا ميديوم ولا لارج أو وات ايفر، في أنيوريزم، يبقى أنا معايا حاجة باثوجنومونيك للكاوازاكي ديزيز، بس يكون العيان معاه إيه؟ فيفر ومعاه هاي انفلاماتوري ماركرز اللي هي الإي إس آر والسي آر بي زي ما نشوف كمان شوية. يبقى هنا وقت اللي احنا نتكلم يعني ايه incomplete او atypical Kawasaki disease. There are patients who don't meet clinical criteria but have no other diagnosis that fits their symptoms. والله انا فعلا انا ما عنديش الكريتيريا كامله يا جماعه، بس انا ما عنديش اي حاجه يعني يبقى ليها كوز اللي انا عندي الفيفر الفلانيه او عندي الاسيبتيك مننجايتس الفلانيه او عندي السترايل بايوريا الفلانيه، ما عنديش انا اي حاجه تدل على كده، فده برضو يزود التوقع اللي انا في كاوازاكي. تمام؟ according to sorry American Heart Association سنه 2004 الجايد لاينز بتاعتهم قالوا ايه؟ A patient with at least 5 days of fever, 2 or 3 additional clinical diagnostic criteria and abnormal laboratory values typical for Kawasaki disease should be diagnosed with incomplete Kawasaki disease. كمان شويه الكلام ده هيبان بفيجر او الجوريزم هحطه لكم كمان شويه. طيب ايه الحاجات اللي بيجي لي بيها الانكمبليت ده؟ هل هو زيه زي التيبيكال؟ هي نفس الفيتشرز، نفس السن، نفس العيان؟ لا، لقوا اللي فيه حاجات مختلفة. لقوا اللي هو more common in young infants than in older children in atypical sorry
الكوازاكي النورمال او التيبيكال موجود في اليانج انفانتس ذان الاولدر اللي موجودين في الاتيبيكال كوازاكي ديزيز. يعني السن كل ما يكبر كل ما انا هيجي لي بالمانيفستيشن بتاعت الاتيبيكال كوازاكي ديزيز. The clinical picture is dominated by unusual symptoms as seizure, bloody diarrhea, compressive cervical adenopathy, nephrotic syndrome, وhyponatremia. يعني كمان جاي لي بمانيفستيشنز بعيد خالص عن الكريتيريا الأساسية. بس برضو of unknown etiology. تمام؟ طب برضو مين اللي هي 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 guard الموضوع ده؟ مين اللي هي هي control الموضوع ده؟ حطوا لنا حاجة اسمها supplemental laboratory criteria. تمام؟ patients with unexplained fever lasting more than 5 days with 2 to 3 principal clinical features Kawasaki should undergo laboratory testing. And if there is evidence of systemic inflammation, an echocardiogram should be obtained even if the patient doesn't fully meet the clinical criteria of Kawasaki disease. طب الأول نشوف مين هم supplementary laboratory tests دول. Alpha-man, أنا قلت لكم ممكن يكون عنده hypoalbuminemia. ممكن تكون من الافكشن بتاع الليفر زي ما قلت لكم اللي هو عنده هيباتيك افكشن ممكن تحصل. اقل من او يساوي 3 جرام بير دي سي لتر. انيميا فور ايج اللي هو لازم يعني انتوا عارفين الانيميا بيبقى ليها ليميتس للكبار حاجه وللصغيرين حاجه والادولسنس حاجه والميل حاجه والفيميل حاجه. فعشان كده لازم تحطوها في الايج بتاعها. اليفيشن اوف ال ALT بليتلت after 7 days اترفعت ل 450. يعني هي كانت عاليه او within the normal limit لكن بعد 7 ايام من بدايه الديزيز لقوها بتعلى اكتر من 450. وايت بلاد سيلز اكتر من 15. اليورين في اكتر من او يساوي وايت بلاد سيلز اللي هي الاسترايب بايوريا اللي احنا قلنا عليها. فخمس حاجات: الفيومن، انيميا، ALT، بليتلت، وايت بلاد سيلز، ويورين. يعني 3 بارامترز بتاعت السي بي سي: الانيميا والبليتلت والوايت بلاد سيلز. انيميا بتقل والبليتلت والوايت بلاد سيلز عاليين، وحطيت لهم ليميتس اللي هي 450 و15، والالبومين والاي ال تي اللي لهم ريليشن بالهيباتيك، واليورين اللي ممكن يحصل فيه بايوريا. طيب بيقولوا ايه بقى في الكريتيريا دي اللي اعتمدوا عليها؟ فيفر أكثر من 5 day associated with 2 to 3 clinical criteria من اللي احنا قلنا عليها بقى اللي هي conjunctivitis او الهاند اند فيت او الميوكوكوتينيوس manifestations الحاجات اللي احنا قلنا عليها او الادينوباثي. And C reactive بروتين أكثر من او يساوي 3 ملي جرام بير دي سي لتر. And or ASR أكثر من او يساوي 40 ملي